نموت، نموت لو كل واحد خلى نفسه في حاله. لا ازاي، لازم نوجع بعض ونعور بعض، ومش كده وبس، لازم ندوس على الجرح لحد ما ينزل. بس انا مش متعوره يا رجاء، انا مش متعوره. لا يا حبيبتي انت متعوره، بالنسبه للناس دي انت متعوره عشان انت لسه ما اتجوزتيش. يعني انا ابقى دكتوره وناجحه؟ طب يا ستي اعتبريني ما بشتغلش، بس انا واحده طيبه مبسوطه ما بتاذيش حد في حالها، اختارت انها ما تتجوزش او ربنا ما قسملهاش انها تتجوز، تقوم حياتها تتسمم بالشكل ده؟ يا حبيبتي احنا لو خلينا الناس في دماغنا مش هنخلص بقى، وانت عارفه كويس قوي. ما هم حوالينا وبيقرفونا. بس بيسلونا. انت عارفه من كام يوم كده قابلت واحده، دي مش خبطتني بقى وداست على الجرح، دي قتلتني ومسكت الجرح اللي بيوجع بجد. اول حاجه قالتها لي ابنك هاجر وسابك لوحدك، واحفادك اللي انت بتموتي فيهم اخدهم وسابوكي. مش هتتخيلي الاحساس اللي كان عندي شكله ايه من جوه، كنت بصوت وعمال اقول اي اي اي، عايزه اصرخ، كنت عايزه اهبشها، مش عارفه، مش عارفه بجد، يعني اتوجعت جامد جدا. وبعدين افتكري ايه يعني؟ روحت على البيت ودخلت السرير زي الجثه الهامده، مش طايقه حد ولا حد. نفس اللي بيحصل لي يا حبيبتي. الناس عندها مشاكل، مشاكل كتير، لكن محدش بيبص على مشكلته، بيبصوا على مشاكل الناس ويفضلوا يدوسوا عليها اكتر واكتر. بس انا ما عنديش مشكله يا رجاء، والله ما عندي مشكله. لا انت عندك مشكله. ازاي يا اماني؟ ايوه عندك مشكله حبيبتي، لو ما كانش عندك مشكله كنت شفتي. اشوف ايه؟ اشوف عريس؟ ليه لا؟ تاني انت هتعملي زيهم؟ يوه بقى ماشي، اشوفه فين؟ يا يعني هي دي المعضله؟ شوفيه في اي حته، شوفيه في جنينه الحيوانات يا ستي. برافو، صح عندك حق، هو ده المكان الوحيد اللي لازم اشوفه فيه، جبليه القرود، يبقى واقف هناك معاهم وبيتشقلب لي في الجو وبيتنطط ويوريني مواهبه ويفرجني. مش هو عايز يتفرج؟ انا كمان من حق اتفرج. يا شاطره. لا انت فاكره بقى لما تتريقي وتستهزئي باللي انا بقوله لك ده، دي اسمها شطره؟ لا اسمها خيابه. الشاطره هي اللي تنزل وتظبط نفسها وتقابل مره واتنين وتلاته وترجع تنزل وتشوف. وانت بتعملي زي الناس على فكره، بتمارسي نفس الضغط. لا انت غلطانه، انت غلطانه يا امين. انا يمكن بكون بعمل زيهم لكن انا غيرهم. انا بحبك. عارفاني ايه بحبك؟ انت بنتي يا بنتي، انا اللي مربياكي، انا بخاف عليكي، مش عايزاكي تبقي لوحدك. انا لوحدي بس انا خلاص كبرت، بس انت بس صغيره وزي القمر وناجحه في شغلك وحلوه وطيبه. ليه تعملي في نفسك كده؟ ليه؟ وانتي كمان حلوة. لا انتي أحلى. لا انتي أحلى. ليك انتي أحلى. حبيبتي قدامي ما بحبش أشوف دموعي دي أبدا. حياتي. امسحي دموعك بقى. لا. نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5/6. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.